في صباح هذا اليوم مع هذا الانطلاق المثير مع هذا التحدي الجميل والرائع. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى هناك الشاهينية من قادة المجموعة بشعار الحذرة. مشاهدينا متابعينا الكرام اللي على الصدارة اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة خالد بالمر بن حلوة من يتابع هذا الانطلاق المركز الثاني. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثاني، وأرى هناك أيضا شعار هجن العاصفة مع المتحدة اللي انطلقت مع المركز الثاني. ثالث التحديات أرى التسلل في هذه اللحظات من الشاهينية بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيب بلاحج في عملية التضمير والمتابعة. ومع المركز الرابع، مع المركز الرابع القدوم والتسلل في هذه اللحظات أيضا بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة غالية. مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان رايد المكتوم وقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري ننطلق مع المركز الخامس. أرى التحديات أيضا من الصايلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة سيف بن عمير العميمي ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام. وأرى التسلل مع المركز السادس، أرى هني لبويضة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بالشاوي الغفلي، ولكن أرى التسلل مع المركز السابع بشعار هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن، مع المركز الثامن بأرى التحديات أيضا الانطلاقات المثيرة. مشاهدينا متابعينا الكروم يا سلام، نتابع القدوم، نتابع التسلل ايضا مشعار هجن الرياسه من بدا يتسلل في هذه اللحظات وبقياده احمد بن مطر بن مايد الخيالي من الجانب الاخر. هناك شديده يقدمها حمد بن احمد بن مايد الخيالي مع المركز الثامن. وتاسع التحديات ارى القدوم ايضا بالشعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد يتسلل ايضا مع المركز التاسع وبقياده محمد بن سعيد بن مبروك الحميري. ومع المركز العاشر، مع المركز العاشر ارى هناك ايضا التحديات القادمه. نتابع التسلل، نتابع الاثاره، وارى نشوه تتسلل في هذه اللحظات بشعاره سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وبقياده مطر بن سيف بنلاحظ هذه النتيجة. مشاهدينا متابعينا الكرام نعود بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط يا سلام، ومع الكادر، مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج نتابع الصدارة، نتابع البداية، نتابع الحذرة، نتابع الحذرة من تنطلق بناموس هذا الشوط وتندفع بالصدارة منذ البداية، منذ البداية مع أشواط السرعة، أشواط الإثارة، أشواط الطفح في صباح هذا اليوم مسافة الستة كيلومترات أيضا، أشواط التحديات، أشواط الإثارة في صباح هذا اليوم في هذه الشارة، شارة سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في إحياء هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. والحذرة، الحذرة على رأس الحرب منذ البداية تقود المجموعة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة أحد الشباب خالد بالمر بن حلوة من يتابع، من يتابع انطلاقة الحذرة. المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وبقيادة حمد بن خميس الغويس السويدي من أعلن هذا التحدي. ومع المركز الثالث من الجانب الآخر أرى هناك غالية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرض الحميري في عملية
تضميرها وتدريبها شديدة تتسلل مع المركز الرابع بشعار هجن الرياسة وحمد بن أحمد بن مايد الأخيالي في عملية التضمير والمتابعة، ومع المركز الخامس من الجانب الآخر أرى هناك الصايلة لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وسيف بن عمير العميمي. من يتابع هذا التحدي؟ من أعلن هذا الانطلاق؟ من أعلن هذه الإثارة؟ ومع المركز السادس والسابع نتابع التحديات من العنود ومن البويضة، مع المركز السادس والسابع والثنتين بشعار هجن العاصفة يقدمهن الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذا التحدي مع هذا الاندفاع المثير، ولكن نعود بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع الحذر، نتابع الحذر على رأس الحرب منذ البداية تقود هذه الجموع وتندفع بالصدارة بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بن مرمن حلوة. من يتابع انطلاقة الحذر؟ غادرنا لوحة 1200 متر النهائية، موعد الإعلان، موعد التذكير يا جماعة. نتابع المركز الثاني، وأرى التسلل من غالية، من بدأت تتسلل في هذه اللحظات وتنطلق مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة مسري بن سالم بن عرضي الحمير الشديدة، مع المركز الثالث بشعار هجن الرئاسة وبقيادة حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. رابعا من الجانب الآخر أرى هناك أيضا التحديات للصايلة لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، سيف بن عمير الأميمي انضمرها وأرى التسلل. أرى هني أيضا الشاهينية بدأت تنضم في هذه اللحظات بهذا الشعار، شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حمد بن خميس الغويز. من يتابع انطلاقة الشاهينية، ولكن منعود مع الصدارة، نتابع الحذرة اللي انطلقت بالصدارة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير. يرت الشوط مع هذا الاندفاع، مع هذا التحدي، بدون أي أوامر تذكر الحذرة. ولكن أرهني الصايلة بدأت تصول وتجول مع المقدمة والصدارة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسيف بن عمير العميمي انضمرها، ولكن الحذرة تنطلق بناموس هذا الشوط. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز الحذرة بالمركز الأول. قامت رأس وانهت الشوط رأس. تهانينا لخالد بن مرمن حلوة مع هذا الأداء المتميز. المركز الثاني الصايلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث شديدة من هجن الرياسة، المركز الرابع غالية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، والمركز الخامس الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الحذرة إلى خط النهاية. تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 30 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني لخالد بن مربن حلوة، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني الصايلة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 33 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني موصولة لسيف بن عمير العميمي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول شديدة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 36 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، والتهاني موصولة لحمد بن أحمد بن مايد الرخيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. التحية تتواصل من هنا من ميدان المرموم بانطلاقة ثالث أيام هذه الشارة، شارة سمو الشيخ